سنخصص فقرتنا في وسائل التواصل أو فقرة التواصل الاجتماعي للحديث عن التطبيقات الصحية أو التطبيقات الطبية التي كما تعلمون هي رائجة بشكل كبير. كثير من الناس يستخدمون هذه التطبيقات ويستقون منها المعلومات والأخبار وحتى النصائح الطبية، لكن دعوني أقول مع الأسف الشديد أن الكثير من هذه التطبيقات هي تطبيقات غير موثوقة، تطبيقات تقدم معلومات خاطئة، والكثير من الناس يستخدمون هذه المعلومات الخاطئة التي قد تضر بهم وتضر بصحتهم. لكن هنالك ميزات معينة للتطبيقات الجيدة نتعرف عليها في هذا العرض، على مميزات التطبيقات الجيدة حسب الدكتور أورس فيتو من كلية الطب في هانوفر بألمانيا. أولا، المحتويات المعتمدة، يجب أن يكون هنالك خبراء طب اختبروا المحتويات من حيث صحتها ودقتها، بالإضافة إلى إخبار المستخدم بمصادر هذه المعلومات. ثانيا، المعلومات المعترف بها، لابد للنصائح والإرشادات الواردة في التطبيقات أن تتبع المبادئ التوجيهية التي تحددها الجمعيات الطبية لكيفية علاج الأمراض. ثالثا، سياسة الخصوصية، إذ يجب على الشركة المطورة للتطبيق أن تكشف عن كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي يتم إدخالها، بالإضافة إلى ضرورة التساؤل عما إذا كانت هذه المعلومات ضرورية بالفعل. رابعا، الشفافية، لابد من الكشف عن الجهة التي تقف وراء تطوير التطبيق وكيفية تمويله، وأن تحدد الشركة المطورة للتطبيق جهة اتصال معينة للتواصل معها في حال الاستفسارات والشكاوى. خامسا، الوضوح، إذ لابد للتطبيقات الطبية والصحية أن تشرح كيفية أداء التمارين مثلا بوضوح، ومن الأفضل أن يكون ذلك مصحوبا ببعض الصور أو مقاطع الفيديو التوضيحية. سادسا، تحديث المعلومات، لا ينبغي للمطورين الاكتفاء بتحديث التطبيق تقنيا فقط، بل يجب تحديث المعلومات الطبية والدراسات المختلفة، فكثير من هذه المعلومات تتغير باستمرار. هذه أهم الميزات التي يجب الأخذ بعين الاعتبار إذا أراد أي شخص أن ينزل تطبيقا طبيا أو صحيا، أن يعتمد على هذه المعايير أو هذه الميزات لاختيار التطبيقات الطبية الجيدة. لكن أعود وأذكر أنهم لا يجب أن ينجروا وراء الرسائل التي تصلهم في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في واتساب، في فيسبوك، أن يقول لهم مثلا الموقع الفلاني يقدم خدمة طبية معينة وهو معتمد مثلا من جامعة هانوفر، وهانوفر لا تعلم بهذا الموقع ولم تعتمدها أصلا. لا يجب أن نستقي هذه المعلومات بهذه الطريقة، وإنما نستقيها من المصدر. إذا قالوا الجامعة الفلانية اعتمدت التطبيق الفلاني، أذهب إلى موقع تلك الجامعة وأعرف هل فعلا اعتمدت هذا التطبيق أم لا. نعم، صحيح، يعني هنا التأكد من المعلومة، خاصة عندما نتحدث عن شيء يخص صحتنا، صحة الإنسان وصحة أفراد العائلة، هنا تأتي الضرورة من التأكد من المعلومة مرة ومرتين. نعم. والأفضل أكيد هو الذهاب والاستشارة الطبيب والمختصين حول هذا الموضوع، فعلا خاصة عندما يتعلق الأمر بمعلومات طبية. نحن نتكلم عن صحتنا، نتكلم عن صحة أطفالنا، عن صحة الناس المقربين منا، لذلك لا يجب أن نستقي مثل هذه المعلومات. أردت أن أختم فقط هذه الفقرة بمعلومة هامة. الكثير من الناس قد لا يفرزون أو قد لا يميزون هذه المعايير التي قلناها كاملة، لذلك لا يستخدمون التطبيقات الطبية إلا إذا استشاروا طبيبا خاصا أو أحد من الذين يعرفون هذه الميزات حتى تستخدم التطبيق بشكل جيد. بالتالي لا غنى عبد القادر، لا غنى عن الطبيب في نهاية المطاف. فعلا لا غنى عن الطبيب، صحتنا غالية، هي أثمن. اليوم قرأت في أحد المنشورات كلمة جميلة، وهي أن صحتنا هي أثمن أو أغلى ثروة يمكن نكسبها، وبالتالي يجب الحفاظ عنها عليها، ولا يجب التفريط فيها أو التساهل معها. صحيح. بالحديث مراد ولينا عن التطبيقات الغير الجيدة الموجودة على المتاجر الإلكترونية، هناك تطبيقات مزيفة، يعني يمكنك أن تجد تطبيقا طبيا مشهورا وفيه الكثير من المعلومات، فيأتي مطور ويصمم تطبيقا مشابها له في الاسم وفي الأيقونة وفي المعلومات، ويضعه كذلك على المتجر الإلكتروني. كيف نميز التطبيقات الحقيقية من التطبيقات غير الحقيقية؟ نتعرف على التطبيقات المزيفة في المتاجر الإلكترونية. إليك أربع نقاط يجب الإطلاع عليها قبل تنزيل أي تطبيق. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود.
إذن مجموعة من المعايير وكذلك من المعلومات والمميزات يجب الاعتناء بها قبل تنزيلكم لهذه التطبيقات. عودة إليكم مراد ولينا لاستكمال الفقرات، فقرة هذا الصباح. عبد القادر قبل أن تغادر نعم. أنا لدي شيء لك من الجزيرة هذا الصباح، فريق الجزيرة هذا الصباح بمناسبة اليوم العالمي للرجل. وردة مختومة بختم الجزيرة هذا الصباح. نعم جميلة، كل عام وانت بخير. شكرا جزيلا مراد، أنا محظوظ لكن أنت لست محظوظا أن لا يوجد من يهديك وردة يعني. لا لدي كل الورود. لديك كل الورود. مراد لدي كل هذه الورود. شكرا لكم، شكرا لكم مراد ولينا.